مساكم الله بالخير، يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة ومتجددة دائما وأبدا من برنامج Muscles Rebuilding. هذا البرنامج اللي من خلاله نسلط الضوء على كل ما هو جديد في عالم ورياضة كمال الأجسام. حلقتنا اليوم راح نحكي فيها بالعديد من المواضيع، سواء كانت مواضيع رياضية أو صحية أو عن التغذية بشكل عام. راح يكون معنا ضيف مميز إن شاء الله راح نستفيد منه في هذه الحلقة بقدر المستطاع. لكن قبل لا نبلش في مشوار حلقة اليوم، خلونا نروح هذا الفاصل ومن بعده لنعود خلكم ويانا. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين من بعد هذا الفاصل، خلوني أرحب باسمي وباسمكم في ضيفي المميز والخلوق دائما وأبدا كابتن زين العابدين الدريع. نقول لك مساك الله بالخير، منورنا ومشرفنا واشتقنا لك. حبيبي الله يحب فيك أخوي عبد الله، ورحب بسادة المشاهدين، وبإذن الله الحلقة راح تكون مميزة مفيدة وخلكم معنا. عاد خل صدرك وسيع معانا، ها عندنا اسئله شارع رياضي، فدائما احنا يعني دائما صدرنا وسيع مع الناس وطريقه اسئله الناس. يمكن اكيد طبعا غالبا احنا متعودين في بدايه الحلقه كابتن زين ان عندنا هذه الفقره، فقره السوشيال ميديا وفقره الشارع الرياضي. وصلني سؤال كابتن زين يقول ما هو الفرق ما بين الجوع والشبع؟ في جوع وفي شبع، شلون أنا أأقلم نفسي أن أنا أشبع بشكل سليم نقدر نقول بشكل عام؟ ممتاز. طبعاً هذا الجوع والشبع وايد له تأثير حق إذا واحد يعني مسوي نظام غذائي ويبي يوصل حق هدف. دائماً يقولون كابتن شلون أحافظ أو أوازن بين الجوع والشبع، أو شلون أزيد من الشبع، لأن غالبا بالانظمه الغذائيه الحين قاعد اقلل من سعرات الحراريه، قاعد اكل اقل من احتياجي، فغالبا بالبدايه بالذات راح تصير عندي الجوع بشكل كبير. فشلون انا ممكن اقلل من هذا الجوع؟ اول شيء لازم اركز على الالياف. الالياف وايد مهمه وغالبا الناس تهملها. الالياف راح تعطيني شبع لمده طويله. طبعا اللي هي الخضروات، نتكلم عن الخضروات بشكل موجوده بالفواكه. صحيح. الالياف في نوعين، في الياف غير قابله للامتصاص بالماء، في قابله للامتصاص او الذوبان بالماء. على سبيل المثال مثلا الالياف ذائبه بالماء، لو انا احطها بقلاص ماء راح تشوف تصير كأنها يعني مثل كتله. ايوه بالماء. صحيح. فلما انا اكل الالياف هذه القابله بالماء مع وجبتي راح يعطيني شعور بالشبع. ايوه يتفخ بطني ويعطيني يعني مثل يعني كني قاعد اكل كميه اكبر من الكميه انا ماكلها. بالضبط. صحيح. هذا بحد ذاته راح يعطيني شعور بالشبع مده طويله، ونفس الشيء راح يحسسني انا لا كليت وايد خلاص شبعت، من انا كليت كميه قليله. اي لانك انت غلفت المعده بالسوائل. بالضبط. فصارت سوائل. صحيح. مع اكل فانترست المعده. صحيح. فانا انصح طبعا الناس اذا بيتبع من نظام غذائي بالبدايه ركز على الالياف. الحين تاكل وجبه طبعا فيها سلطه، فيها خلينا نقول عيش، فيها دياي مثلا، ما تبلش على طول بالعيش والدياي وبعدين تقول انا ما شبعت، تخلص سلطه اخر شيء لما تشبع بعدين تاكلها. بالضبط. هذا شيء غلط. صحيح. بلش بالسلطه، اكل كميه السلطه، من بعدها اكل العيش والدياي راح تحس بالشبع. طبعا الاكل لازم يكون بطيء، في عندنا عمليه هضم تصير بالبدايه من الفم. بالفم. صحيح. انا يصير عندي المضغ طريقه صحيحه وبطيئه، ما يصير اكل وابلع ما قاعد حتى اطحن الاكل. صحيح. اذا ما طحنت الاكل لا ما راح احس انه قاعد استفيد. غير كذي عشان الجسم يوصل رساله ان انت خلاص حسيت بالشبع تقريبا يمكن ربع ساعه، 10 دقائق ربع ساعه. صحيح. فعلشان انا اعرف اني صدق شبعت لازم اكل بطيء عشان جسمي يقول لي ترى انت خلاص شبعت. غالبا اللي ياكل بسرعه تقول انا ما شبعت، شبعان بس ليه ما قاعد تحس، ما في رسائل بالعقل ان انت خلاص وصلت ان بطنك صارت حدها خلاص. تصدق كابتن زين انا هذه مشكله اعاني منها والله بالله، انا يعني وانت قاعد تتكلم قاعد اتذكر نفسي، انا بطيء بالهضم، يعني لا عفوا انا بالمضغ. سريع بالمضغ. اوكي. اي يعني سيده اكل وعلى طول ابلع. يعني انه ما اقعد ما اعطي الوجبه حقها.
الوجبة عندي ما تاخذ أكثر من 5 دقائق، هذا ماكسيمم، هذا واو أنا مطول بالوجبة، فتلاقيها 5 دقائق، وهذا شيء غلط. صحيح. كميات قليلة أكل، أحس بالشبع مبكر، بس الوجبة ما أعطيها حقها. صح. يعني تلاقيني أبي شيء سريع أخلص وأمشي على طول، سواء كانت سندويشة، صبون، قول معاي العيش والدياي وهالأمور، البطاط، تبي شيء المشويات بشكل عام اللي يعطيك باور وطاقة وتمشي بسرعة. صح. فهذا شيء خاطئ. أكيد أكيد. إيه أنا لما بيجي باكل لازم أكل الماضي، يصير إن بسرعة بطيئة. أيوة. ما يصير أكل حتى في بعضهم ما يعلق. حط بحاجة ابلع، حط. أيوة. أوكي، حتى لو أنت هالطريقة ما زاد وزنك، بس ترى ما قاعد تستفيد. بالضبط. أنا مو بس أبي أضعف وزني، أنا بستفيد من الأكل قاعد أكله. بالضبط. فكثر ما أنا أهضم الأكل وأريح معدتي. المعدة ترى ما فيها أسنان. العصارة اللي بالمعدة هي هذا. فيها حمض. أيوة. ما فيها طحن. بالضبط. في بعض الشغلات اللي ناكلها يعني تسبب أسر بالهضم. بالضبط. سبب إن أنا ما مضغت الأكل عدل. صحيح. هيك طبعًا عن شغلة ممكن الجسم ما استفاد منه، ممكن خزنه كدهون. بالضبط. أنا عشان أستفيد من أكلي نفس الوقت أحس بالشبع وأكل كمية اللي أنا محتاجها، بس ما أكل كمية زايدة المضغ يصير بطيء. صحيح. اليوم طريقة المضغ هذه يمكن وايد ناس تغفل أو تجهل هالموضوع هذا. في ناس اللي عندها الأسنان تلفانة أو شيء من هالنوع يقول لك عادي أكل وأبلع. ما عندي مشكلة، لكن الأسنان جدا مهمة. صحيح. خصوصا الأسنان الخلفية. سبحان الله. أكيد. أكيد. جدا مهمة في عملية الأكل، عملية الهضم. هذا بروح بحد ذاته موضوع. صحيح. موضوع ثاني، أنك أنت شلون تمضغ الأكل بالصورة الصحيحة، شلون أنت كمية الأكل اللي تدش الفم لازم مش كثر تاخذ وقت بالفم قبل لا تنزل للمعدة، لأن المعدة فعلا توصل لدقيقة. عشان أنا والله تحفز، حتى في بعض الانزيمات تحفز، ما كنا تقول حق المعده ترى في اكل يايلك. إيه. في كربوهيدرات، في بروتين، في دهون. صحيح. في كل يعني في حق البروتين في انزيم خاص حقه، انزيم هاضم حق البروتين، انزيم هاضم حق الكربوهيدرات، وانزيم هاضم حق الدهون. انا اسمي مثال يا تباكل تفاحه معدتي ما تدري ان هذه تفاحه. صحيح. تقسمها على ان كربوهيدرات، دهون، بروتين. وهم في نقطة مهمة بالنسبة حق الدهون. في وايد ناس يعتقدون ان هذا كله دهون. لا، رحمت بالعكس، انت لما تاكل كمية كافية من الدهون يعطيك شعور بشبع مدة طويلة. طبعا الدهون المفيدة صحية. هي الصحية، ما هي دهون المشبع. يمكن يقول لك كاكاو ارو ولا سنيكرز اكل لي، هذا فيه دهون. صحيح. لكن الدهون هذه ما هي مفيدة. ونتمنى ان شاء الله ان هذه الثقافه تكون يعني منتشره عند الشباب الرياضي بشكل عام. كل الشكر والتقدير لك كابتن زين على حضورك تواجدك ويانا. عبد الله، احنا مثل ما عودناهم نوصل معلومات بطريقه مبسطه بحيث ان الناس تستفيد من المجال طبعا التمارين والتغذيه. اكيد طبعا. كل الشكر والتقدير لك، مشكور وما قصرت على حضورك تواجدك. بكذي اعزائي المشاهدين نكون وصلنا لقفال حلقه اليوم، على امل ان شاء الله نلتقي وياكم في حلقات قادمه. الى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات اسره العمل، وفي امان الله.